عطيه الأندينة. شو؟ عطيه الأندينة. هاي؟ ايه أندينة فاضية هاي؟ أمال لازمت أنا. شو بدك تعملي فيها؟ لازمت أنا. لازمتك؟ ايه. طب بس فهميني شو بدك تعملي فيه؟ والله يلا يا خب ولا ما رعمل فيها شي يا عمي. طيب امسكي خذي. عجيب والله امره. شو رح تعمل فيه؟ خليني الحق اشوف شو رح تعمل فيه. وين راحت هاي؟ معقولة وصلت معنا درجة يعمل أنينة إندرا؟ أنا عندي الحل. السلام عليكم. وعليكم السلام. اهلا وسهلا. كيفك اخي؟ محمود حبيبي. بدنا بوت يكون نمرة 36-35 بالناتي. شو بدك يا طبي عادي شو عفوا؟ يكون طبي. عندك يوم خاصة؟ اي نعم. شو في عندك هالاسئلة الأولية طبي اخي؟ اي هذا حلو كثير. هذا طبي ما؟ طبي نعم. طيب حط لي هي الكرتونة. اهلا وسهلا. قد ايش سعره؟ 50. طبعا. أهلا وسهلا. يعطيك ألف عافية. أهلا وسهلا. عزرتك معنا. لا ولا همك حبيبي. شكرا. أهلا والله. شو عم تعملي؟ عم تزبط شحاطة؟ طب شيلي من رجلك شيلي. معقولة بدك تمشي هيك؟ بهاي؟ عمو انت وين ابوك وامك؟ ابوك متوفي؟ عمو انا بلم منهم مصاري عشان اجمع حقك. سمو انا ما قدر اجمع حق شحاطة. ايوه. طيب يا بنتي انا من شوي شفتك اخذتي مني الانين استغربت، فلهيك لحقتك بس لحتى اعرف شو رح تعملي فيه. فكرتك رايحه تلمي فيهم وتبيعيهم. سقت الظن فيكي لا توخزيني، فانا حبيت اجيب لك هالبوت هديه من اخ لاخته. يا ريت تتقبلي مني وتلبسيهم احسن ما انك لابسه هالاناني. شو رأيك؟ وهذا لي؟ ايه إليك. الله يجزاك عمو، فرحت من كل قلبي يا عمو. شكرا لك يا عمو كثير يا عمو، فرحت من كل قلبي عن جد يا عمو. ولا يهمك ولا يهمك. يلا ديري بالك حالك. ماشي يا عمو. و
هاي الكرتونة فيها شوية غراض، افتحيها وخلي الغراض اللي فيها لك. طيب ماشي. سلام.